مرحبا، اليوم رح نبلش بطريقة غيار البوجيات، الطريقة السهلة بالميكانيك السهل. أول شي طربوش 10 بدنا نشيل البوبين. نحنا كيا سيراتو عم نغير لها بوجيات، بدنا نفك البوبينات. بيطلعوا بطريقة كتير سهلة، برغي 10 بنشيله وبيطلعوا بطريقة كتير سهلة. براغي عم يتشيلوا تباعا. نشيل البوبين واحدة ورا التانية، بنحطهم على جنب، بنخلي الفيش محطوط ويوصل دور البوجيات. طربوش الخصوصة للبوجيات، نكفي بالإيد. نتابع العملية، عطينا بوجي الثالثة والرابعة بنفس الطريقة. بالمغناطيس بنشيل البوجية واحدة ورا الثانية، بدنا ننتبه ما يكونوا سخنين، لأنه أكيد رح يكونوا سخنين هن، فبدنا ننتبه. بعد إذا وحدة ما طلعت أكيد بتكون بعد على إنش سن، نرجع نعيد عملية الفك وتطلع رابع بوجي. دور أكيد بدنا نتأكد من البوجي الجديدة إنه الراس تبعها يكون مش طابق، تفاديا لأي عملية إنه ما تكون طريقة التدوير صحيحة. وأكيد نحن عم ننزل بوجي بدنا ننزلها بطريقة كتير سلسة، بإصبعنا بنفوتها لجوا وبنفلتها أكيد كرمال ما ينطبق رأس البوجي. نتابع العملية بالتالت ورابع بوجي، أكيد بننزلها على مهلنا. وآخر وحدة وطريقة الشد، بنعلقهم بإيدنا أول شي، بنشدهم على مهل بإيدنا تما نضر الأسنان الجوانيات. تباعا وحدة ورا التانية بنرجع بنشدهم بالطقطق. واخر شيء عملية الشد والطقطق. بدنا نكون حذرين بعملية الشد. بنرجع بنرد الكويلات. واحدة ورا التانية، كل واحدة محلها. واخر شي بدنا نشد البراغي تبع الكويلات واحدة ورا التانية، اكيد شد خفيف تا ما تنكسر. محلها بنلحق من التلحيق. واخر شي بنحط الغطاء، وهيك بنكون خلصنا عملية غيار البوجيات السهلة.